أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه، فقيل له بلى، قال دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من تراكبت عليه الديون وأصبح لا يستطيع سدادها، تذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيها الفقير، يا من يطلب لقمة العيش ويبحث عن الوظيفة فلا يجد، هلا تذكرت دعاء نبي الله يونس؟ وأنت أيها المظلوم، يا من ظلمت في مالك أو ظلمت في عرضك، ظلمت في أقوالك أو أفعالك، وربما سجنت وأسرت، هل تذكرت يوم سجن نبي الله يونس ونادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك؟ نداء ورسالة إليك أنت، يا من حرمت الذرية وأردت الذرية الصالحة، هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت؟ وأنت أيها الطالب المتخوف في دراسته من عدم النجاح أو عدم التفوق، هل تذكرت دعاء يونس في بطن الحوت؟ وأنت أيها الأب الذي يرجو صلاح أبنائه وقد أنفق الأموال وفعل الأفاعيل وفعل الأسباب فلم يهتدي أبناؤه ولم يصلحهم الله، هل تذكرت هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ وأنت يا من عصيت ربك ومولاك، يا من عصيت ربك ومولاك وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، هل تذكرت دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ إنه الدعاء، وما أدراكم ما الدعاء؟ من الذي دعاه فما استجاب دعاءه؟ ومن الذي طرق بابه فأغلق دونه الأبواب؟ ومن الذي رجاه فأسلمه؟ ألم يدعوه الكفار؟ كفار يعبدون الأصنام،